تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك فيما يلي نصها. حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين المفدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فإنه لمن دواعي سرورنا أن نعبر لجلالتكم عن خالص تهانينا وتبريكاتنا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين المولى عز وجل أن يحفظ جلالتكم ويرعاكم وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة وأمثالها على جلالتكم وعلى شعب البحرين الوفي والأمة العربية والإسلامية بوافر اليمن والخير والبركات. وإنه لا يسعدنا كثيرا في هذه الأيام المباركة أن نؤكد اعتزازنا بقيادتكم الحكيمة لمسيرة الخير والتقدم والنماء في بلدنا العزيز وبما تواصلون جلالتكم تحقيقه من إنجازات كبيرة تحقيقا لأمان وتطلعات شعبكم الوفي المحب لجلالتكم، داعينا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالتكم ويسبغ عليكم موفور الصحة والسعادة، إنه سميع مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، هذا نصها: صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان الخليفة حفظه الله رئيس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فلقد تلقينا برقية سموكم العزيز المهنئة لنا بمناسبة عيد الفطر المبارك للعام 1438 هجرية، وإننا إذ نشكر سموكم خالص الشكر لنبعث إلى سموكم بأطيب التحيات وصادق التمنيات بموفور الصحة والعافية، دعينا الله أن يعيد على سموكم هذه المناسبة المباركة وعلى مملكتنا العزيزة وشعبنا الوفي والأمة العربية والإسلامية باليمن والبركات، ونسأله تعالى أن يمتعكم بالعافية وطول العمر، إنه سميع مجيب الدعاء، ودمتم بحفظ الله سالمين. حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين. كما تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وفيما يلي نصها: سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات مقرونة بخالص الأمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، داعينا الله سبحانه وتعالى في هذه المناسبة المباركة أن يحفظ جلالتكم ويحقق كل ما تتطلعون إليه من رفعة وتقدم لهذه المملكة الغالية وشعبها الوفي، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة وأمثالها على جلالتكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة وطول العمر وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، ودمتم سيدي بحفظ الله سالمين موفقين. ابنكم المخلص سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، هذا نصها: صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنه لمن دواعي الغبطة أن تلقينا برقية سموكم المهنئة لنا بحلول عيد الفطر المبارك للعام 1438 هجرية، وإننا إذ نشكر سموكم خالص الشكر لنبعث لكم بأطيب تحياتنا وتمنياتنا أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموكم وعلى مملكتنا العزيزة وشعبنا الوفي والأمتين العربية والإسلامية بالخير والمسرات، ونسأله تعالى أن يمتعكم بالصحة والعافية والسعادة، حفظكم الله ورعاكم ودمتم بحفظ الله سالمين. والدكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين.
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك فيما يلي نصها. صاحب السمو الملكي العم العزيز الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أسماء آيات التهاني والتبريكات مقرونة بخالص الأمنيات، وإذ أكرر خالص التهاني لسموكم، لا أسأل الله العلي القدير أن يديم على سموكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يحقق للمملكة مزيدا من التقدم والازدهار، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، إنه سميع مجيب. ودمتم سموكم بحفظ الله سالمين موفقين. ابنكم سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وقد بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، هذا نصها: صاحب السمو الملكي الابن العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلقد اطلعنا بمزيد التقدير على برقية سموكم الكريمة المهنئة لنا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وإنه ليسرنا في هذه المناسبة المباركة أن نعرب لسموكم عن اعتزازنا بمشاعركم النبيلة، كما نود أن نبعث إليكم بخالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الكريمة. دعينا الله العلي القدير أن يحفظكم ويرعاكم وأن يسبغ عليكم موفور الصحة والسعادة، إنه سميع عليم مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.